ارض الواقع ازاي. 6 سنوات والدكتور عبد المنعم بيتكلم على كل سنه هنقول للحكومه انت عملت ايه، مش هنستنى ال 2030. اكيد يقصد طيب. دكتور عبد المنعم كده مش كده؟ صح اقصد كده تمام. اتفضل دكتور. طيب ولا حكم على المحاسبه في الاخر؟ لا انا ليا وجهه نظر ثانيه خالص. اتفضل اتفضل. اولا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه وبتشرف ان انا اكون مع زمايلي واصدقائي. انا بتشرف بيك. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل. دي الوثيقه الثانيه اللي بتعلنها الحكومه بتاعت الدكتور مدبولي. دي الوثيقه الثانيه. ايوه مش الاولى. الثانيه الاولانيه كانت تقريبا في مارس 22 كان فيها 6 بنود اعلنت فيها وثيقه الملكيه للدوله المصريه. طيب اللي اعلنوه في 22 معلش انا اسف اتعمل ولا ما اتعملش؟ عشان اكيد هيبقى ده مقياس. بالظبط كده. اتفضل. جزء منه نفذ على ارض والجزء الباقي لم ينفذ. وهنقول لحضرتك ليه لم ينفذ. اتفضل. الوثيقة النبادي الثانية دي اللي هي مسماها كده الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ال6 سنوات القادمة اشمل طبعا أشمل. دي اشمل شوية منها ولكن للأسف انا كنت لا ارغب في تحديد مدة ال6 سنوات لفخامة الرئيس. ليه؟ لان ما ينفعش التداعيات والاعباء توضع على ايه؟ على برنامج الرئيس. مش في حاجة اسمها القدرات الاقتصادية للدولة المصرية؟ نعم. طب انت النهاردة القدرات دي مش صنفت الاول وفخامة الرئيس هو اللي تحمل تداعياتها ووضع كثير من يعني المقومات للدولة المصرية في الفترتين السابقتين، فهم حسبوهم ان النهاردة هيبقى في مضاعفة في الارقام في ال6 سنوات الجاية. ان لم تحقق بقت على برنامج مين؟ السيد الرئيس. لا انا ما كنتش عشمان في كده. كنت عشمان ان يكون في قدره الدوله قد ايه دلوقتي علشان نعرف في السنه بالسنه الجايه قد ايه. دي نمره واحد. لا ده معناه انه حضرتك متخوف انه الاجهزه التنفيذيه. ايوه ان الاجهزه التنفيذيه لم تستطيع تنفيذ القدرات والاهداف في الرؤيه الخاصه بالوثيقه دي. طيب رقم بمنتهى البساطه. بمنتهى البساطه لما تيجي تقول لي مقومات الدوله النهارده زي ما هدي لحضرتك كده مثلا ده هم اللي كاتبين مش انا اللي كاتب. نعم. يعني بيقول لك ان هم عايزين يشغلوا من 7 ل8 مليون نسمه في ال6 سنين. صح. ده مش ليه متطلبات استثماريه؟ منهم 5 في النقل. مش وزاره النقل مش كده؟ مشروعات النقل. ما انا مش عايزين نخش بقى في التفاصيل. 5 مليون في النقل. انت النهارده بتكلمني تقريبا تقريبا على 7-8% من قدره الدوله المصريه في ال6 سنوات الجايه. انا بقول تقريبا. نعم. رغم ان احنا هنوصل ل 120 مليون نسمه. نعم. فده رقم كبير جدا. تعال نقيس احنا. هو مش كل سنه بتشغل 800-900 ألف ولا ما بتعملهاش؟ بالظبط. بس ده مقارنه بايه يا فندم؟ باوضاع اقتصاديه النهارده بتفتح لها مجال في الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص. ثانيا قبل ما اروح استاذه رانيا والدكتور مونجي. ثالثا. ثالثا. ثالثا قناه السويس كاتبين لي في قناه السويس مثلا ان 26 مليون 88 مليار. ايه 88؟ كاتبين 26. كاتبين 88 مليار. فين يا دكتور؟ موجود يا فندم معايا الوثيقه افتحها يا فندم صفحه اللي هي بتاعه قناه السويس ولا كل ما قناه السويس كلها كلها قناه السويس يا فندم. انا جايب الورق معايا. تعقيدات في 2024 هي زياده سنويه من زياده سنويه متوقعه 10% 10%. هذه نقطه جدليه. انا هقول 88 88 مليار دولار فده يعني يضاعف أكثر من 100% كل سنة من عائدات قناة السويس دلوقتي. هفتحها مع حضرتك. شوفوا على شوفوا لي البند لو سمحتوا الخاص بقناة السويس اللي أنا شايفه اللي أنا عارفه 26 مليار 88 مليار بالتنمية اللي تحصل والإجراءات اللي بتتم مش العبور بس. هنبتدي بتقول 88 ولا بتقول 26؟ أيوة يا فندم. طيب. أنا معايا. هنشوف التقرير. نيجي للنقطة الموجودة دلوقتي حتى كمان مسجلة في رقم 2 في السياسات الإيه؟ الاقتصادية. لا أنا جايب الورقة مسجل. طب عظيم. تمام كده؟ اتفضل. 300 مليار دولار بنهاية 2030 عليه. تمام كده. أيوة. انا بتمنى ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصله. نقدر نوصله بس مش في 2030. ليه؟ لان احنا النهارده انت بتتكلم على تداعيات اقتصاديه عالميه كان لازم توضع في الاعتبار علشان احنا ما نتحملش تداعيات ارقام نقدر نقولها النهارده وبعدين ما. طيب الوثيقه فيها تفاؤل اكتر؟ فيها تفاؤل اكتر بالارقام اللي موجوده قدامنا. هنرجع نكمل.